علاقة بتجمع مصر بدولة شقيقة، علاقة طيبة جدا امتدت على مدار 50 سنة، وهي دولة الإمارات. 50 سنة من العلاقات ما بين الدولتين، واحتفالية بمرور 50 سنة على هذه العلاقات، وشعار 50 عام مصر والإمارات قلب واحد. طبعا عارفين ان العلاقة ما بين مصر والامارات هي علاقة مميزة جدا، وصفها الرئيس السيسي وقال ان هي نموذج للعلاقة ما بين الدول العربية الشقيقة. ذكر الرئيس كمان قد ايه الامارات كانت ليها مواقف داعمة جدا لمصر على مدار سنين كتير، وفي اوقات عصيبة مرت بيها مصر. من 10 سنين قال الرئيس الإمارات كانت موقفها مختلف وكانت دعمة لمصر بشكل كبير، وده طبعا بيؤكد على قد إيه العلاقات ما بين الدولتين هي علاقات تتمتع بخصوصية وبمكانة مختلفة. كمان الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات كتب تغريدة وعبر فيها عن سعادته واحتفاله بمرور 50 سنة على العلاقات ما بين مصر والإمارات. كتب الشيخ زايد النهيان وقال إن الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء، وبالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائما إلى الأفضل. خلينا نفهم أهمية يعني وجود هذه العلاقة، مش بس يعني في إطار الدول العربية، ولكن كمان على مستوى الإقليم، لأن زي ما شفنا الشيخ محمد بن زايد بيقول إن هي عنصر استقرار إقليمي. نعرف أكتر عن أهمية هذه العلاقات، وبينضم لينا على التليفون دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير موقع الفجر. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. 50 سنة من العلاقات مع الامارات الشقيقه، قلب واحد، مواقف الحقيقه حضرتك ترصدها لينا وتقول لنا ازاي بتاكد على متانه هذه العلاقات ما بين الدولتين. خلينا اقول لحضرتك ان العلاقات المصريه الاماراتيه علاقات متفرده من نوعها، والحقيقه طول عمرها يعني مش جديده على العلاقات المصريه. يمكن بنحتفل بمرور حوالي 50 سنة على فقط إنشاء السفارة المصرية في أبو ظبي والسفارة الإماراتية في القاهرة، ولكن العلاقات ممتدة لما هو أكثر من 50 سنة. ويمكن الحقيقة كمان العلاقات مش علاقات بس حكومية، العلاقات الشعبية كمان ما بين الشعب المصري الإماراتي صحيح على أعلى مستوى. عندنا جالية كبيرة جدا من المصريين بتعمل في مختلف الإمارات اللي موجودة في دولة الإمارات الشقيقة. نتكلم على قيادات الإمارات اتعلمت في مصر، وعلى راسهم طبعا حاكم الشارقه اللي اتعلم في جامعه القاهره، ولحد دلوقتي الحقيقه بيود كل معلمينه من بدايه المراحل الابتدائيه الى حتى مراحل الجامعه. يعني الامارات ومصر هي علاقه تحكمها طبعا القواعد الود والاحترام والتفاهم، ولكن انا برى دايما ان هي علاقات يحكمها ما هو اكبر من فكره القواعد الدوليه للعلاقات، لانه مصر والامارات انا بعتبرهم يعني دوله واحده او جسد واحد، او يعني جسد واحد انبثق منه دولتين، لانه الشعب الاماراتي بيحب الدوله المصريه بقيادتها وبشعبها بشكل رائع جدا، وكذلك العكس. لو احنا جينا على الحقيقه على الحجم بقى التجاره ما بين الدولتين وحجم التعاون ما بين الدولتين، ده بادئ من يعني عشرات السنين، ومش هننسى ابدا موقف الشيخ زايد طيب الله ثراه لما قال انه الدم العربي مش اغلى من النفط العربي، وقف في حرب اكتوبر. ومش بس كده، احنا النهارده بنتكلم على اغلب روافد التنميه في مصر مولود عليها اسم الشيخ زايد رحمه الله عليه. يعني نشوف بحيره الشيخ زايد، بنشوف اماكن مدينه الشيخ زايد، بنشوف مستشفى الشيخ زايد. معظم روافد التنميه الحقيقه هو شريك فيها رحمه الله عليه. دكتور مصطفى، عايزك تذكر لينا الاوقات العصيبه اللي مرت بيها مصر، والحقيقه الرئيس السيسي ذكر واحده منها، وكانت من 10 سنين في 2012 تحديدا، ازاي الامارات كانت داعمه لمصر بشكل مختلف. فيعني ارصد لينا كده مواقف الامارات في الاوقات الصعبه اللي مرت بيها مصر. الحقيقه الامارات يعني المواقف الصعبه دائما هي بتقود كافه الدول العربيه في دعم مصر. وكان الموقف الحقيقه في 73 اللي احنا لسه ذاكرينه دلوقتي كان موقف رائع جدا في حرب النصر بتاعتنا الشهيره 1973 في اكتوبر، وموقف وقف تصدير البترول لاوروبا وامريكا دعما لمصر في حربها. كمان في
2012 في ثوره 30 يوليو، كانت الحقيقه دوله الامارات تقريبا الدوله الوحيده اللي متفهمه الثوره الشعبيه اللي قامت بيها الشعب المصري، وكانت داعمه لمتطلبات الشعب المصري بشكل رائع جدا، وكانت تقود حمله دوليه لتوضيح الرؤيه الصحيحه لما حدث في مصر. وكمان مش بس كده، لا ده الحقيقه الامارات دعمت مصر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وبشكل مالي، ومن خلال دعم البترول بكل مشتقاته لعدد كبير جدا من الشهور، بدعم البنك المركزي بتدفقات ماليه كبيره جدا من الدولارات في سنوات كثيره جدا. الامارات الحقيقه والعلاقات المصريه الاماراتيه علاقات فيها العديد من النقاط البيضاء. يكفي ان اقول لحضرتك ان احنا عندنا اكثر من 1250 شركه اماراتيه بتعمل في مصر. حجم التبادل التجاري ما بين مصر وما بين الامارات خلال اخر 22 سنه بس يوصل ل 70 مليار دولار في عدد من القطاعات الكثيره جدا. المعدلات النمو اللي حصلت يعني من اخر 20 سنه تصل يمكن لاكثر من 3500%، وده رقم الحقيقه يوري لك قد ايه حجم عمق العلاقات ما بين البلدين. طبعا كمان احنا بنتكلم على الميزان التجاري او التبادل التجاري بس في اخر 5 شهور يصل لاكثر من 4 مليار دولار. المصريين في الخارج اللي موجودين في دوله الامارات حجم التحويلات بتاعتهم السنويه بتصل لما يقرب من 3.5 مليار دولار. فالحقيقه يعني في حاله من التميز في العلاقات المصريه الاماراتيه، واحنا شايفين الحقيقه الفعاليات بتاعت النهارده للاحتفال واحتفالات بكره ان شاء الله اللي مستمره والحفله الكبيره اللي بتتم، ده تاكيد على انه 50 سنه من العلاقات المتميزه، واتمنى ان شاء الله ال 50 يبقوا 500 من العلاقات المتميزه. وانا بقول الشعب الاماراتي شعب رائع بيحب مصر، يمكن انا بقول الشعب الاماراتي بيحب مصر زي المصريين يمكن اكثر، واحنا كمان بنحبهم. والشيخ زايد طيب الله ثراه ليه ايادي بيضاء على المنطقه كلها وبما فيها مصر، والدوله المصريه والشعب المصري لا ينسى ابدا داعميه وابنائه زي ما بيسموهم عيال زايد. الحقيقه ماشيين على نفس النهج وشايفين العلاقات المتميزه ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد وكافه حكام الامارات المختلفه شيء حقيقه رائع جدا، وتجربه فريده من نوعها، اتمنى ان هي تبقى يعني نموذج لكل العلاقات المصريه العربيه. نتمنى طبعا ان العلاقات الطيبه دي تمتد وتستمر لسنين اطول، وان يستمر التعاون الاقتصادي كمان والاستثماري ما بين الدولتين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع الفجر.